الصفة الثالثة إنك أنت بتقدم أفضل ما عندك، أفضل شيء، أفضل تقدمة. ما تقدمش الحاجة القديمة، الحاجة اللي ملهاش معنى، الحاجة اللي ملهاش استخدام، وما تقدمش بالشح. قدم أفضل ما عندك، أفضل ما عندك، وما تأجلش التقدمة خالص. من التدريب اللي كانوا بيدربوها كتير زمان، لما بيدوا المصروف لأولادهم يدوا المصروف يوم مدارس الأحد، مدارس الأحد مثلا يوم الأحد أو يوم الخميس، يقوم يدوا المصروف لابنهم أو بنتهم اليوم ده، عشان يتعلم الولد أو البنت إزاي يقدم جزء من مصروفه يقدمه في العطاء في مدارس. أظن ده تدريب مشهور ومعروف وسطنا كلنا، شيء مهم. ده أحيانا النهاردة بيقدموا لأولادهم المصروف اليومي أو الأسبوعي أو الشهري أرقام كبيرة، وما فيهاش زرع في أولادنا إن الله له نصيب فيما نقدمه، ربنا له نصيب في الحاجة اللي بنقدمها. المسيحية لم تأمر فقط بالعشور ولا البكور، دي وصايا كتابية، لكن لم تأمر إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين. يعني لازم يكون أنت بتقدم بسخاء وبأفضل ما عندك. وحتى الوصية تقول من له ثوبان فليعطي من ليس له، يعدين معناها 50%. يعني أنا عندي ثوبان بقدم ثوب منهم، معناها أن أنا بقدم نصف ما عندي. ويقول لنا في الوصية من سألك فاعطيه بغير حدود ولا قيود. وكلنا فاكرين الآية اللي سمعها القديس أنبا أنطونيوس، إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع كل ما لك واعطي الفقراء وتعالى اتبعني. رغم أنه كان غني ترك كل ما عنده وذهب يتبع الله. قدم أفضل ما عندك، أفضل شيء تقدمه. والأفضلية ده هي معناها أنك بتقدم حاجة لربنا عشان يفرح بيها، زي بالضبط ما أقدم لأي إنسان حاجة تكون في حالة جيدة، حاجة لا جديدة عشان يفرح بيها. كمان وانت بتقدم من فضلك قدم بإنكار ذات، لا تعرف يمينك اللي بتقدمه شمالك، وشمالك متعرفش اللي بتقدمه يمينك. واحترزوا أن تصنعوا صداقتكم قدام الناس لكي ينظروكم، وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات. أما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك. شوفوا الاتين اللي بتعملوا، إيدك اليمين إيدك الشمال ما تعرفوش. قمة الخفاء إنك بتقدم الكلام ده بإنكار ذات. وانت بتقدم عطاياك مهما كان شكلها، ومهما كان وضعنا، ومهما كان حالة الإنسان، هو بيقدم كتعبير حب من داخله. وارجع أقول لكم إن من يزرع بالشح بالشح يحصد، يحصد في حياته وفي أولاده وفي أسرته وفي عمله وفي صحته وفي مستقبله وفي كل حاجة.